خير يا استاذ حسام. بنيجي بنفك الصاموله دي بتاعت المحبس. طبعا المحبس ده 2.5 2.5، لكن هو نفس المحبس بتاع 1.5. فك الصاموله، اوكي، تشيلها. بعد ما تفك الصاموله بتفك الورده بتاعتها، اهي الورده الصغيره دي اهو، اوكي. وبعدين بتشيل الويل، بعدين سهل جدا بتشيل المثبت بتاعها اهو. بعدين بتبدا تظبط الظبط بتاعك على هذا الشكل، بهذا الشكل كده من زي ما انت عايز، اوكي. وتبدا ظبط الضغط بتاعك، بتعكس الايه البتاع يا ريس. طبعا انت ظبط حاجات زي حالتي، اول حاجه بتتفك، اخر حاجه بتركب، هذا الشكل كده. بعدين الويل، بعدين دي، وبعدين دي. وبكده يا ريس بقفلنا السلاح 7.62 في 39. خلاص.